أعزائي مشاهدي الأخبارية السورية، الكمائن التي تقوم بها وحدات الرصد والمتابعة في الجيش العربي السوري والعاملة على محور السرية السلامية خلف مباشرة طبعا المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة. بعمق الكاميرا طبعا خلف هذه التلال تقع رسم الأحمر ورسم أبو عبد الجبار، طبعا رسم الأحمر ورسم عبد الجبار، طبعا هذه المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة وتحاول من خلالها طبعا إذا ما حركنا الكاميرا بالاتجاه المعاكس أيضا نجد أن المنطقة تسمى منطقة وادي العذيب بالاتجاه الآخر طبعا، والمنطقة الأخرى كما تشاهدون الأوتستراد الدولي الذي يربط بين هذه المناطق. خلف هذه التلال مباشرة تقع عدة مناطق تسيطر عليها قرى طبعا داعش، منها رسم اليتني طبعا، وهذه المناطق تحاول من خلالها طبعا إرهابي جبهة النصرة نقل الذخيرة من أقصى الريف الشمالي طبعا للطريق باتجاه الريف الجنوبي والتي تسيطر عليها طبعا إرهابي داعش. في إطار المهمة الموكلة لنا بحماية طريق السلمية السرية، قامت أحدى وحداتنا بنصب كمين محكم لمجموعة إرهابية مسلحة في منطقة تدعى واد العزيب. تم التصدي وقتل جميع أفراد هذه المجموعة وتدمير بكاب دفع رباعي هايلوكس وقتل 4 مسلحين كانت بداخله واغتنام 4 بندقية 4 بكسي مدفع B9 زائد رشاش 14.5. في الآونة الأخيرة أصبحت المجموعات الإرهابية المسلحة تحاول وبشكل حسيس لتهريب السلاح والذخيرة التي صارت تعاني منها بشكل كبير على جبهة تدمر. من محور أسرية السلمية للأخبارية السورية علي شحود.